أهلا سامحوني، أحب أقول لك إنه من النادر جدا إني أستقبل أي عائد أو ضيف في مكتبي، وإنه لولا إدراكي إني أمام شخصية محترمة بالفعل ما كانش ده ممكن يحصل أبدا. أدون روبير حسرون، ثق تماما إني اتشرفت فعلا بلقائك، وكل اللي أملكه إني أشكرك على حسن استقبالك لمناضل مسكين زي. أنا لما عرفت من رجالي بوصولك قلت بصرف النظر عن يعقوب سويف أو شيمون بيري إن اللي زيك مش ممكن يستلم أوراق هويته الجديدة في الوطن إلا مني أنا شخصياً. أنت مش شايف إن ده كتير عليا؟ بالعكس، أنت شهرتك وشهرة والدك سبقتك قبل ما تيجي بوقت طويل. عموماً دي مبالغة مستحبة من واحد في مركزك. لا لا لا، مفيش مبالغة ولا حاجة. انت عارف ان مجتمع زي مجتمع تل ابيب لسه صغير ومحدود، مفيش اكتر من الاخبار بتنتشر فيه. بس ارجو يعني انك تكون سمعت عني ما يشرف. هو ده اللي حصل بالظبط، عشان كده انا سعادتي حقيقية بوصولك للوطن اخيرا. بس بيني وبينك يعني في حاجة كده مخلياني مستغرب شوية. ايه هي؟ مش عيب يعني انكم تلعبوا محترف باسلوب الهواء؟ بلاش تتضايق من حاجات صغيره زي دي ديفيد، انت عارف ان مجتمع زي مجتمعنا دوت ظروف الامن بتحتم عليه بعض السخافات. انا اعتراضي مش على ده. واضح انك بتحب تلعب. في الحقيقه ما اخبيش عليك ده صحيح، بس انا بحب العب على قد فلوسي، اصل انا مش من النوع اللي يحب يبيع هدوم. على كل حال المشكله مش مشكله هتلعب بكام، المشكله في اللعب النظيف. لا ما في الحقيقه ما فيش حد قدر يغشني قبل كده. يبقى لازم نتقابل قريب. على شرط. ايه هو؟ يعني اديني فرصه بس ارتب فيها اموري. اي وقت اي وقت. على الأقل بس أعرف صلدي كام. أنا حاسب لك تحديد الموعد. وتفضل، ده الكارت بتاعي في تليفون البيت وتليفون المكتب، وأوعدك أوعدك إنك هتقابل عندي ناس مهمين جدا وعلى مستوى. يا ترى كل شيء على ما يرام؟ هي دي كل الأوراق وكلها مستوفاة. قالوا سامحون، دي كل الاوراق الخاصه بالهويه وكل اللي هتحتاج له في الشهور اللي جايه، وما اعتقدش ان استكمال اوراقك الرسميه هيحتاج لمجهود كبير منك بعد كده. سيدي المدير، انا شاكر جدا لكل اللي بذلته عشانا، وثق تماما ان مش ممكن هنسالك استقبالك الحافي ده ابدا.